إجرام يمارسه الأعداء يتزامن مع أزمات غلاء ووباء. ذلك هو حال الأهالي في الشمال المحرر الذين خرجوا منذ أكثر من 10 سنوات في وجه الظالم وقدموا التضحيات تلو التضحيات ولا زالوا على العهد. لكن أليس لهؤلاء الأحرار حق في العيش بأبسط مقومات الحياة جزاء لصبرهم على من قتلهم وهجرهم؟ اليوم تنهار الليرة التركية بشكل غير مسبوق، والخاسر فعلياً هو ذو الدخل المحدود أو حتى من لا دخل له أصلاً. كيف سيؤمن هؤلاء الناس قوت يومهم في ظل هذا الغلاء؟ وما هو السبيل لحل هذه الأزمة؟ كيف تنظر السلطات إلى حال الأهالي في المحرر؟ وهل من إمكانيات لمد يد العون لهم في هذه الظروف العصيبة؟ أهلاً ومرحباً وإلى ملفات شائكة. انهيار متسارع في قيمة الليرة التركية التي وصلت لمستويات قياسية متجاوزة عتبة 11 ليرة للدولار الواحد. هبوط الليرة بحسب محللين جاء نتيجة أسباب عدة، في مقدمتها الصراعات بين الحكومة التركية المحاربة للفائدة وشركاء البنك المركزي، إضافة للوضع السياسي في البلاد والتحديات الخارجية. تراجع قيمة العملة التركية كانت له انعكاسات سلبية على واقع المعيشة في المناطق المحررة التي تستورد السلع والمواد الأساسية بالدولار، أهمها الطحين والمحروقات، وهذا ما أدى لارتفاع جنوني في أسعارها، إضافة إلى تقاضي الأجور بالليرة التركية لمن يتقاضى أجورا أصلا دون مراعاة انخفاض قيمتها. واقع مرير تعيشه الأسر الفقيرة في المحرر، وتتعالى أصوات المطالبين بالتحرك لحل هذه الأزمة، محملين الحكومات والجهات الإنسانية المسؤولية لمساعدتهم بدعم مادة الخبز والمحروقات ما أمكن، ودعوة المنظمات لتكريس جهودها بدعم المزيد من الأفران لتغطية شريحة أكبر من الأسر. لم يكن انهيار الليرة التركية هو السبب الوحيد للغلاء، إذ أن الأزمات العالمية وفي مقدمتها أزمة الطاقة وما تمخض عنها من أزمات كان لها تأثير كبير على ارتفاع أسعار المواد المستوردة حتى في قيمتها الثابتة بالدولار الأمريكي، وهذا ما زاد من معاناة الشعب السوري. فهل تمتلك السلطات في المحرر إمكانيات للتخفيف من المأساة؟ بسم الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام، وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، بضيفي هنا في الاستوديو وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الأستاذ باسل عبد العزيز، ومعي أيضا من أنقرة الدكتور حسام الأحمد الباحث في التمويل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام، وأبدأ معك دكتور حسام. يعني دكتور حسام، هناك ارتفاع عالمي في أسعار المواد الأساسية والسبب يعود إلى الأزمة الاقتصادية. بداية، ما هي أسباب الأزمة العالمية وما هي تأثيراتها على الوضع الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم للاستضافة وحي ضيفك الكريم. أهلا. بداية، الأزمة الاقتصادية هي شيء مرتبط ببنية النظام الرأسمالي الذي نعيشه الآن. فجميع الاقتصاديات في دول العالم تخضع لسيطرة النظام الرأسمالي القائم بجوهره على فكرة الاقتراض أو الربا وسيطرة الدولار الأمريكي. هذا ما عاشه العالم خلال نحو قرن من الزمن فيما مضى، وهذا النظام الاقتصادي يعاني في او يهدف في بشكل كبير وبني على اساس تعظيم الثروه من خلال معادله تسمى النقد من اجل الانتاج ثم العوده للنقد المتعاظم. هذا كان في مراحله الاولى، ولكن انتقل الى فكره في ظل تنامي الاستثمارات الماليه، وهي ما يسمى معادلة النقدني، أي أن النقد يولد نقد في أسواق المال وفي البورصات العالمية. هذه المقدمة لا بد منها كي نفهم الشكل الذي يبنى عليه النظام الرأسمالي. هذا النظام في طبيعته، في مكوناته، يعاني من اختلالات هيكلية، وهي تسمى بالدورة الاقتصادية التي تبدأ لها مراحل تسمى النمو وال
والانتعاش ثم الركود وممكن الكساد. هناك ظواهر اقتصادية تظهر في هذا النظام الاقتصادي العالمي، ومنها التضخم عندما يزيد الطلب على العرض وترتفع الأسعار، وعندها تسارع الحكومات لزيادة معدلات الفائدة مثلاً في استخدامها للسياسة النقدية لكبح التضخم، وهو ما رأيناه في فترة ماضية في بعض الدول. وهناك مظهر وحالة اقتصادية أخرى وهي الركود، وهي عندما ينخفض العرض من المنتجات، عندما يزيد العرض من المنتجات عن الطلب عليها، وهنا نلاحظ حالة من انخفاض الأسعار، وعندها الدول تسعى إلى ما يسمى بالتيسير الكمي وخفض معدلات الفائدة لتزيد الكتلة النقدية المطروحة للتداول في السوق النقدية، وهنا يميل الناس إلى الاكتناز في مثل هذه الحالات بالذهب والفضة والعقار، طبعاً كل ما هو يفوق حالة الاستخدام لمجرد الاكتناز. في وضعنا الراهن أكيد نحن أمام حالات اقتصادية هي في معظم الدول الآن بدأت بما وقد تصل إلى الركود التضخمي، وهو حالة اقتصادية سيئة جداً فيها دكتور حسام يتم، لكن اسمح لي دكتور حسام أن أقاطعك، نريد أن نعرف سبب الأزمة اليوم، ما الذي سبب هذه الأزمة؟ يعني نعم، ممكن أن تكون جائحة كورونا قد تكون من إحدى الأسباب، لكن هل يوجد أسباب أخرى أيضا؟ أخي الكريم، هذه المقدمة التي قدمتها كي نفهم بأن النظام بطبيعته ببنيته الهيكلية يحوي أزمات. نعم. الآن نأتي للأزمة التي سبقت في الفترة الماضية من 2020 مثلاً، أو قبل بداية جائحة كورونا، بدأنا بحالة من تخفيض الإنتاج ودخل العالم بحالة من الركود إلى حد ما. هنا أثرت بشكل كبير أكيد على الحالة الاقتصادية، كنا هناك كان إغلاقات في معظم دول العالم، توقيف كبير ل الإنتاج، إيقاف للتعليم، إيقاف لمعظم مظاهر الحياة. في هذه فجائحة كورونا سببت بشكل كبير حالة من الركود الاقتصادي. أكيد في عوامل عديدة، ولكن نحن أمام حالة الآن هي حالة من الركود الذي يصل إلى أنه ركود تضخمي في بعض الدول. وهو الإشكالية الكبيرة التي نعيشها الآن، كون هناك ارتفاع في الأسعار وهناك انخفاض في معدلات النمو. طبعاً ارتفاع الأسعار هنا وناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. أنتقل إليك أستاذ باسل، بالبداية مرحبا بك من جديد معنا هنا في الاستوديو. يعني ما هي انعكاسات الأزمة العالمية على المحرر، ولماذا تأثيرها كان أكبر من باقي الدول أو المناطق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة الكريمة من هذه المنصة. بالنسبة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، اليوم المحرر هو يعني يعيش باتصال كامل مع العالم، وهناك اتصال اقتصادي كبير بين المناطق المحررة وبين تركيا. وأيضا هناك أكثر من 80-90% من احتياجات المناطق المحررة تتم عبر الاستيراد. اليوم المواد الأساسية الرئيسية، المحروقات، القمح، المواد العلفية الأساسية يتم استيرادها، فأي تغير في أسعار المواد الأولية عالميا ينعكس بشكل مباشر على المناطق المحررة، كون الإنتاج في المناطق المحررة ضعيف والناتج القومي الإجمالي للمناطق المحررة منخفض. نعم. طيب لماذا هناك اختلاف بين الأسعار؟ منطقة إدلب تجد الأسعار أغلى بكثير من منطقة غصن الزيتون وباقي المناطق التي تتبع لها. يعني بالنسبة لهذا الكلام، لا، الأسعار متقاربة جدا، يعني ما يعني، لكن دائما ما تكثر إشاعات وخاصة على السوشيال ميديا، الحملات الإعلامية يعني هي لهم، يعني اليوم الحملات الإعلامية لها أهدافها، ولكن على أرض الواقع دائرة الأسعار الموجودة لدينا في المديرية العامة للتجارة والتموين تقوم بسبر الأسعار بعدة مناطق، والأسعار متقاربة.
أصلاً مثلاً الأسواق، يعني نريد أن نقارن مثلاً هنا والشمال ومناطق قصد، كل منطقة لها مزايا اقتصادية معينة. مثلاً مناطق قصد تتمتع بإنتاج عالي للنفط، فيكون هناك سعر النفط منخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض الكلف وانخفاض أمور كثيرة. في مناطق الريف الشمالي هناك مساحات زراعية كمناطق سليخ للخضار والحبوب أكبر من أدلب. أدلب تتميز بالأشجار المثمرة، الزيتون، بكثافة الأشجار المثمرة بشكل كبير. فكل منطقة لها ميزة إنتاجية بسلعة معينة، فيكون سعرها أخفض من المناطق المجاورة. هذه نقطة مهمة. أيضا النقطة المهمة الأخرى، لا الأسعار مثل الخضار والخضار التي يتم استيرادها مثلا من تركيا، يعني اليوم للأسف نحن أكثر من 80% من احتياجاتنا من الخضار يتم استيرادها من تركيا من معبر باب الهوى. مثلا هذا العام الماضي تم استيراد مثلا 55 ألف طن من مادة البندورة، هذا العام تقريبا 45 ألف طن لحد تاريخ اليوم. هذه الأسعار، يعني هذه المواد يتم استيرادها من تركيا، فتكون مرتبطة بالسوق التركي بشكل مباشر، ويكون سعرها موحد هنا أو شمال أو في حتى ضمن مناطق قصد. لو نتحدث عن موضوع الاستيراد بما يخص مادة القمح التي أكثر ما يعني بات مصدر للجدل في الشارع. طبعا بالنسبة لمادة القمح، يعني اليوم نحن احتياج المناطق المحررة تقريبا حوالي 13 ألف طن من مادة الطحين شهريا يتم استيرادها. أما الإنتاج، يعني الإنتاج العام الماضي تقريبا لم يتجاوز 20 ألف طن، ذهب تقريبا ثلثها للاستخدامات الصناعية في صناعة البرغل والفريكة والسميد، وهذا أمر إيجابي. أما الباقي هو بقي كمخزون تقريبا حوالي 10 ألاف طن ضمن المناطق المحررة، وهذه لا تكفي استهلاك المناطق المحررة لمدة شهر. فنحن عندنا يعني لدينا مشكلة في موضوع الأمن الغذائي. نعم، ولهذا السبب تجد أنه في ارتفاع في الأسعار، وخصوصاً كما تحدثت كله استيراد من الخارج. هو هنالك عاملين، العامل الأول هو ارتفاع عالمي في الأسعار، نحن مرتبطون بالسوق الخارجي بشكل كامل، لأن الاستيراد يعني نسبة 80% أنا ذكرت لك هو استيراد من الخارج. فاليوم أي ارتفاع في البورصات العالمية على الدولار سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر لدينا، لعدم وجود إنتاج كافي يغطي السوق. أيضاً انهيار الليرة التركية هو عامل آخر يؤدي إلى الانهيار. يعني تقريبا من بداية العام إلى الآن معظم السلع الأساسية ارتفعت بنسبة من 30 إلى 40% على الدولار كأسواق عالمية، والليرة التركية تقريبا فقدت حوالي 35% من قيمتها. فهذه مع هذه يعني يصبح تقريبا ارتفاع الأسعار أكثر من 60%. نعم. أعود إليك دكتور حسام بما يخص موضوع انهيار الليرة التركية. بداية سبب انهيار الليرة التركية، يعني أنت رأيت انهيار يعني حقيقة غير طبيعي، لحد تاريخ تصوير هذه اللحظة في الصباح كان يوجد انهيار جديد. طيب ما أسباب الانهيار الآن وما تأثيره على المواطن التركي؟ تمام. طبيعي تحدثنا في لقاء سابق معكم عن موضوع انهيار الليرة التركية. هذا الانهيار له أسباب عديدة، ولكن أبرزها هو ما حدث في جائحة كورونا. طبعا طبيعة الاقتصاد التركي هو مبني على الصناعة وعلى السياحة بشكل كبير، فإغلاق كورونا أدى ذلك إلى تضرر كبير للاقتصاد التركي، رافق ذلك حالة من رفع لمعدلات الفائدة لكبح التضخم الذي حصل، وأدى ذلك أيضا إلى موضوع تأجيل دفع فاتورة جائحة كورونا على الاقتصاد التركي. نعم. يعني عندما رفع معدلات الفائدة من 10 أو 8 إلى 10 إلى 15 إلى 19%، هذا الارتفاع هناك نفقات تسمى خدمة الدين، تركيا تدفع خلال تلك الفترة نفقات تمول خدمة هذه الفوائد التي تتكبدها نتيجة رفع معدلات الفائدة كي تحافظ على استقرار السوق النقدي خلال تلك الفترة. الآن تركيا اتجهت نحو سياسة جديدة، وهي أنها تريد أن تتخلص من معدلات الفائدة العالية وأن تتوسع بالتيسير الكمي أو ضخ كتلة نقدية في التداول، إخراج الأموال من البنوك لكي تزيد من حجم الاستثمارات وبالتالي تزيد الدخل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا هو التوجه المعلن الحكومي، طبعا له أهدافه
الاقتصادية وربما السياسية. كلما كلما خفضت الحكومة التركية معدلات الفائدة سوف ترتفع معها أسعار الصرف، يعني كل خفض بنقطة من 16 إلى 16 أول تخفيض إلى 17 أو إلى 16 ثم إلى 15% نلاحظ أنه مع تخفيض أسعار الفائدة ينخفض سعر الصرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وهناك دولارة ضمنية داخل تركيا بالنسبة للأسعار السلع والخدمات، فتركيا عملتها مرتبطة بشكل كبير جدا بالدولار الأمريكي، إضافة إلى السياسات السابقة للحكومة التركية فيما يتعلق بمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. دكتور حسام، كيف هذا الانهيار انهيار الليرة كيف أثر على المواطن التركي؟ هناك أيضا غلاء في تركيا. مؤكد عندما يرتفع التضخم الآن في تركيا فهو يأكل جزء كبير من القوة الشرائية للمواطن التركي، وأيضا يؤثر حتى على الصناعي الآن بهذا الحجم من ارتفاع أسعار الصرف مقابل الدولار، عفوا انخفاض أسعار الصرف مقابل الدولار أصبحت تؤثر حتى على المستثمرين، ونحن الآن أمام حالة كنت قد بدأت الحديث عنها وهو ما يسمى بالركود التضخمي. نعم. الآن أشبه ما يمكن أن نقول أن تركيا الآن هي في حالة من الارتفاع المستمر للتضخم، والسياسة النقدية الآن التي من المفترض لدى رأي بعض الباحثين أو المتخصصين أن يكون هناك تأجيل لخفض سعر الفائدة ريثما تنطلق معدلات النمو الإنتاجي، وأن يتم دوران عجلة الاستثمار داخل تركيا، ولكن السرعة التي خفضت بها الحكومة التركية معدلات الفائدة أدى ذلك إلى انهيارات كبيرة بسعر الصرف مثل ما لاحظنا اليوم، وصل إلى فوق 12 ليرة مقابل الدولار الواحد. طبعا هذه الحالة من معالجة الركود التضخمي قد توصل إلى إشكالية كبيرة ممكن أن تواجه الحكومة التركية، وهي أن الاستثمارات تبدأ بالخروج من تركيا، لأن الاستثمارات لها حد معين تواجه فيه موضوع التضخم ثم تبدأ بالخروج. ربما هذه السياسة تصل إلى نتائج مغايرة لما تعلمناه في العلوم الاقتصادية، ولكن نرى بأن هناك تدهور كبير في سعر الصرف الليرة التركية بسياسات حكومية مغايرة للمنطق الاقتصادي الذي متداول أو معروف في حالة مواجهة الركود التضخمي الذي هو يعني اليوم سببه أو مظاهره واضحة. هناك ارتفاع كبير بتكاليف الإنتاج وارتفاع بالأسعار، وأصبحت اليوم تركيا تعاني بشكل كبير من هذه الحالة في تدهور أسعار الصرف. طبعا هناك عوامل عديدة غير جائحة كورونا، هناك المشكلات السياسية أو العلاقات السياسية، ما هنالك من عوامل أكيد تؤثر على الحالة الاقتصادية، ولكن دعنا نقول بأن جائحة كورونا كان لها النصيب الأكبر من التأثير على الاقتصاد التركي. نعم. أعود إليك أستاذ باسل. أستاذ باسل، يعني حقيقة الرواتب اليوم في المحرر هي في العملة التركية، موظفين وعمال وإلى آخره، يعني لماذا لا يتم تحديد رواتب هؤلاء الموظفين بالدولار الأمريكي أو تحديد حد أقصى أو أدنى للأجور؟ بالنسبة للأجور في المناطق المحررة لا، ليس كلها بالليرة التركية، هناك فئات في المجتمع تأخذ بالدولار، رواتبها مثبتة على الدولار، فأي تغير في سعر الصرف لم يؤثر على هذه الفئة بشكل كبير، يعني تأثيره جدا طفيف. مثلا موظفي الحكومة تم تثبيت الرواتب على الدولار من العام الماضي، الموظفين الذين يعملون في منظمات العمل الإنساني يقبضون بالدولار، وهناك عدد من الفعاليات المجتمعية يقبضون بالدولار، الذي يعني عمال اليومية بصراحة والعمال في بعض القطاعات الخاصة يقبضون بالليرة التركية. وخلال استقصائنا يعني لهذا الموضوع هناك يعني الكثير من أصحاب الفعاليات يعني ثبتوا يعني نتيجة تحملهم مسؤولياتهم المجتمعية
ثبتوا رواتب العمال لديهم على الدولار، ولكن يبقى لدينا عمال يوميه وبعض الفئات وبعض الفئات يعني المهن ضمن المحرر هي بقيت على الليره التركيه. مشكلتنا بالحد الادنى للاجور، يعني نحن ممكن ان شاء الله تم تشكيل لجنه لهذا الموضوع مع نقابه الاقتصاديين ان شاء الله تعالى لدراسه هذا الامر وتثبيته على الدولار، يعني تثبيت الحد الادنى للاجور على الدولار لجميع الفئات في المجتمع ان شاء الله تعالى. ولكن المشكلة الأساسية في المحرر هي يعني ليس الحد الأدنى للأجور، هو مشكلتنا البطالة، يعني نسب البطالة المرتفعة لدينا هي السبب الرئيسي اليوم. يعني حتى لو وضعنا حد أدنى للأجور في حال كان غير مدروسة وغير دقيق ربما يسبب لنا مشكلة ويسبب لنا يعني أزمة اقتصادية أكثر مما أن يحل المشكلة. لماذا؟ لأن الناس يعني سيقول لك يعني أمن لي فرصة عمل ثم نتكلم عن الحد الأدنى للأجور. هناك نسبة بطالة عالية، يجب يعني نحن نسعى للتغلب على هذه نسب البطالة عن طريق تفعيل مشاريع، عن طريق تأمين فرص عمل. عند تحقيق هذا فبشكل طبيعي يرتفع الحد الأدنى للأجور نتيجة العرض والطلب. يعني اليوم إذا قارنا مع تركيا الرواتب بالليرة التركية اليوم يعني فورا مجرد يعني أي تضخم مقروء للليرة التركية يتم فورا تعديل الحد الأدنى للأجور في تركيا، إضافة إلى موضوع العرض والطلب. هناك يعني توفر فرص العمل بتركيا كبيرة جدا، يعني الشخص الذي يترك مكان ما فورا خلال أيام يجد فرصة عمل مناسبة وبالحد الأدنى الذي يؤمن له استمرار المعيشة. أما في المناطق المحررة فنسب البطالة المرتفعة لدينا تعيق هذا الأمر، ولكن نحن إن شاء الله سنطبقه في الأيام القادمة بالتشارك مع النقابات المعنية بهذا الموضوع التي والجمعيات، ويتم تثبيته إن شاء الله على الدولار حد أدنى الأجور بحيث يكفي يعني الحد الأدنى للمعيشة ضمن المناطق المحررة. دكتور أستاذ باسل، أنا أريد أن أدقق على الموضوع. كثير ما يتحدث الناس وخاصة كما قلت لك في سابقا على السوشيال ميديا أن نطالب بتثبيت الرواتب على الدولار. أنا حقيقة الآن يعني هذه معلومة جديدة لدي أن الرواتب هي على الدولار، إذا ارتفع الدولار وانخفضت العملة التركية تلقائيا سيرتفع الرواتب. الحكومة طبعا يعني كل شهر هناك سعر صرف بحسب سعر صرف ضمن السوق يتم صرف الرواتب، كذلك معظم منظمات العمل الإنساني. هذا لا ينطبق أيضا على في القطاعات الخاصة حتى لا يضيع حق المواطن؟ لذلك نحن إن شاء الله تعالى سنضع حد أدنى للأجور لبعض القطاعات المهضومة، هم عمال يومية وهي تمثل شريحة واسعة، وأيضا بعض الفئات وبعض المصالح الموجودة وبعض المهن إن شاء الله تعالى بالتعاون مع يعني مسؤولي هذه الجمعيات والنقابات يتم وضع حد أدنى لكل مهنة، بحيث يعني هناك أعمال خطيرة، هناك أعمال مكتبية، هناك أعمال مجهدة، هناك تصنيف لهذه الأعمال. نعم. أعود إليك دكتور حسام. دكتور حسام، إن كانت الليرة التركية وانهيارها يضر على المواطنين هنا في المحرر، مما لا شك فيه أن أيضا المواطن التركي يتضرر هو الآخر كونه هو ابن البلد والعملة تخصه. يعني هل هناك خطط متخذة للحد من انهيار الليرة التركية، أو وإلى متى يعني ستستمر بالانهيار؟ من متابعتنا للشأن التركي وما يخرج من تصريحات وأخبار حول الوضع الاقتصادي التركي لمسنا أن هناك توجه حكومي بتحرير سعر الصرف والتوجه نحو زيادة الاستثمار، فهم متجهون، أعلنت الحكومة بشكل واضح وصريح أنهم يتجهون إلى معدل فائدة 10%. فوصولهم لمعدل فائدة 10% أي أن هناك حالة من تخفيض لأسعار الفائدة وضخ كتل نقدية أكبر في التداول، وبمعنى آخر هناك زيادة لمعدلات التضخم، وبالأساس هناك ركود. فالحكومة التركية أعلنت بشكل صريح أنها تتجه نحو أو ترغب بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف، لأن الركود يؤدي إلى البطالة وهناك تنامي بمعدلات البطالة خلال فترة جائحة كورونا. الآن هناك توجه رسمي نحو ضخ المزيد من الكتلة النقدية في أسواق لفتح لإعادة دورة عجلة الاقتصاد في تركيا، وبالتالي زيادة معدلات النمو وزيادة الدخل في تركيا. أما سعر الصرف فهو أصبح له أولوية لاحقة ثانوية مقارنة بالهدف الذي أعلن من قبل الحكومة التركية،
هذا ما يعلن رسميا في تركيا حول توجه الحكومة. طيب يعني دكتور، حقيقة يعني سمعنا وقرأنا عن هذا الأمر، لكن إلى تاريخ اللحظة لم نشهد هذا التحسن. إلى متى ممكن يعني أن يستمر الوقت طويل؟ لا يوجد تحسن. أنا من وجهة نظري، نعم أستاذ، أنا من وجهة نظري أن في تركيا دخلت في حالة سميتها، وأعيد أكرر الفكرة، ربما هي فكرة اقتصادية تحتاج إلى شرح وتبسيط في عامة الناس، هي فكرة الركود التضخمي. هذه الفكرة، هذه الحالة الاقتصادية الأسوأ بالمناسبة، لم طبعا هذه الركود التضخمي قد يوصلنا إلى موضوع الكساد، وقد أعلن الرئيس التركي منذ أيام أننا قد نشهد حالة كساد عظيم كالذي شهدته العالم في عام 1929، والذي امتد لعقد من الزمن. لم ينتهي هذا الكساد إلا بحرب عالمية ثانية أدت إلى تصحيح بنية النظام الاقتصادي، وأمريكا انتقلت من أكثر دولة مديونة إلى أكثر دولة دائنة، وتمت مقاصة في الديون. فهذا الموضوع هناك الكثير من التسريبات أو التقارير، خلينا نقول، أو التصريحات الرسمية تتحدث عن أننا اقتربنا من حالة من الكساد. فتركيا تعيش في ضمن هذا النظام الاقتصادي العالمي، هي متأثرة به اليوم، تأثرها يمكن أكثر من غيرها من الدول الصناعية. مثلا لو أخذنا بسبيل المثال أوروبا، أوروبا اليوم فيها حالة من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة مثلا أسعار النفط عالميا، بسبب زيادة الطلب عليه، ولكن أوروبا لم تقوم بعملية خفض أسعار الفائدة أو رفع أسعار الفائدة، لم تتدخل، فهي متقبلة حجم معين من التضخم مقابل أن تدور العجلة الاقتصادية لديها. فتركيا أمام حالة اتخذ فيها قرار كما ذكرت أنها تسعى إلى خفض أسعار الفائدة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، فهي مهتمة الآن بالنمو الاقتصادي لزيادة الدخل، و ربما العملة لم تعد كثيرة من بداية أولويتها أو على رأس سلم الأولويات لدى الحكومة. نعم أختم معك أستاذ باسل، أنتم كحكومة قائمة في المحرر، ما هي خططكم للحد من تأثير الأزمة العالمية من جهة، وانهيار الليرة التركية من جهة ثانية على الناس يعني الذين باتوا عاجزين عن شراء ربطة الخبز؟ بالنسبة لموضوع خطط الحكومة، يعني كحكومة إنقاذ، نحن من أكثر من سنتين نعمل على خطة شاملة للتنمية الاقتصادية على عدة قطاعات. يعني تقريبا من بعيد الحملة العسكرية للنظام المجرم منذ عامين إلى اليوم، هناك العديد من الإجراءات تم العمل عليها. يعني على صعيد الخدمي، قطاع الخدمات، هناك تعبيد للطرقات الرئيسية ضمن المحرر، تم دخول التيار الكهربائي، أيضا هناك حملة كاملة على صعيد القطاع العقاري بتنشيط حركة البناء، وبالتالي تحسين الوضع المعيشي لأهالي، بنقل الأهالي من الخيم إلى المناطق السكنية كمدينة السرمدة الجديدة وغيرها من المشاريع. على الصعيد الصناعي، هناك مشروع مدينة باب الهوى الصناعية التي انطلقت تقريبا منذ شهرين، وفي لحد الآن تم الاكتتاب على أكثر من نصف المحاضر، وبدأ أكثر من 80 صناعي اكتتبوا، وأكثر من 15 صناعي بدأوا بالعمل وبدأوا بإنشاء منشآتهم الصناعية. على الصعيد الزراعي كخطة استراتيجية، هناك يعني العمل على تحقيق الأمن الغذائي، يعني لننأى بنفسنا نوعا ما عن التأثرات والتغيرات للغلاء العالمي وللأسواق العالمية، فتم وضع خطة زراعة القمح. هناك خطة إن شاء الله تعالى للحكومة لزراعة هذا الموسم تقريبا 20,000 هكتار، أي ما يعادل إنتاج تقريبا إن شاء الله 60,000 طن من مادة القمح التي تكفي المحرر إن شاء الله لمدة 5 أو 6 أشهر، ونكون بذلك يعني حققنا 50% من الأمن الغذائي. أيضا هناك يعني مع دخول تيار كهربائي، مشاريع الري بدأت، وبدأت تنخفض كلفة الإنتاج الزراعي، وبدأنا والله الحمد نرى يعني استثمار لكل شبر في المناطق المحررة يتم زراعته. هذا على صعيد الخطة الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية بشكل عام المحرر. كل هذه الإجراءات يعني بدورة يعني تؤدي إلى تأمين فرص عمل وتخفض من مستويات البطالة، وبالتالي تزيد المعروض من فرص العمل، ويعني يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قوة الدخل لأهلنا في المناطق المحررة. هذا الحل الذي نعمل عليه يعني يحتاج إلى سنوات، يعني ليس بين يوم وليلة، هو حل بدأنا به منذ تقريبا أكثر من عامين ومستمرين به.
هناك نحن الآن بأزمة، يعني مادة الخبز تحديدا، فهناك حلول إسعافية مؤقتة لمعالجة هذه الفترة لارتفاع الأسعار العالمية. بالنسبة لمادة الخبز تم اليوم يعني دعم، يعني الكل يعلم تقريبا أن تقريبا من 35 إلى 40% من حاجة المحرر من الطحين هي مدعومة من قبل منظمات العمل الإنساني. اليوم تم عن طريق الأفران الحكومية التي تغطي المناطق المحررة تثبيت السعر على الليرة التركية تقريبا ليرتين ونص بوزن 600 جرام، وأي تغير بسعر الصرف لن يؤثر على سعر الربطة. هذا إن شاء الله، هذا الدعم المقدم من المناطق في المناطق المحررة يعني يرفع نسبة الدعم إلى أكثر من 70 إلى 80%، يعني نصل إلى مرحلة إن شاء الله 80% من الفعاليات في المناطق، من الأهالين في المناطق المحررة هم يحصلون على خبز مدعوم، ولو في الفترة القادمة فقط، يعني 6 أشهر القادمة التي في يعني توقع استمرار الأزمة العالمية بها في ارتفاع الأسعار عالميا. وإن شاء الله نسعى يعني نصل إلى نسبة 100% إن شاء الله بالتعاون مع منظمات العمل الإنساني، ولكن اليوم تم إطلاق هذا المشروع إن شاء الله الذي يعني سيرفع النسبة من 40 إلى 80% إن شاء الله تعالى، يغطي المناطق المحررة بشكل كامل. تحسين مادة الخبز هو هذا الأمر يعني بعد أيام أو سيستمر؟ غدا إن شاء الله، وسيستمر لحين انتهاء الأزمة. يعني نحن نتوقع توقعات يعني التي صدرت عن البنك الدولي وعن المنظمات العالمية أن يعني إن شاء الله تعالى يعني مع قدوم الموسم القادم للشهر السادس التوقعات ستنخفض الأسعار تدريجيا، وسيزيد الإنتاج عالميا، ويخف يعني يزيد العرض مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل عام للمواد والسلع الأساسية. نعم، وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقتنا. في الختام أشكر ضيوفي، بضيفي هنا في الاستوديو وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الأستاذ باسل عبد العزيز، ومن أنقرة الدكتور حسام الأحمد الباحث في التمويل الاقتصادي. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب مشاهدتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.